نيجي بقى للزملاء، واللي انا الحقيقه في البدايه بشكر اعضاء الجمعيه العموميه، بشكرهم جدا، لان يوم ما نوينا او يعني نوينا ترشح من 4 سنين كان ليا وجهه نظر، مش لوحدي، وجهه نظر مع مجموعات هتكلم عليها يعني بعدين، لكن انا عايز اشكر اذا كان شكرت كل الناس، لكن بشكر كمان مجلس اداره النادي الاهلي، كل الزملاء اللي انا شرفت ان انا اكون في وسطيهم ومعاهم، لعمري فاروق وخالد الدرندلي وخالد مرتجي، رانيا هلواني، ابراهيم الكفراوي، جوهر نبيل، طارق انديل، محمد ضماطي، محمد الجرحي، مهند مجدي. دول مجموعه الحقيقه اللي يعني شرفنا. فين سراج يا عم حازم؟ سراج او سراج ده مش عايز انا اتكلم. بشكر كل الزملاء في مجلس إدارة، كل واحد في خلال الفترة اللي فاتت قام بدوره لخدمة النادي الأهلي بمنتهى الإخلاص والجدية، برضو من منطلق إن الناس كلها تنتمي وولاد النادي الأهلي وحابين النادي الأهلي. لكن كمان عشان يبقى الموضوع كامل، إحنا يعني إنجازات، منشآت، ده مش هيتحقق أبدا إلا لو هناك دعم من مؤسسات الدولة بقيادة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.